أما الفنانة سوسن بدر فكانت مبسوطة بشكل خاص بتكريم ميد فيست. المرة دي التكريم مختلف حتى من الجهة اللي بتقدمه. مهرجان الميد فيست بيظهر قد إيه وبيركز على قد إيه الفن كقوة ناعمة ممكن يبقى له تأثير في حياة البني آدم، في حياة المجتمعات، في حياة الناس. وعن جهالي دول الحب والمحبة يمكن ما كناش كلنا نبقى مهتمين إن نبقى موجودين في مهرجان من وجهة نظري متفرد ومختلف وجميل.